شركة التاكسي هي شركة طلبات أجرة توصيل مخدمة على مدار تقريبا 12-13 ساعة يوميا من 7 و صباحا حتى الساعة 12 مساء بنظام ورديات صباحي ومسائي الفكره نحن نبعد او اجتنا من وقت اللي نحن نزلنا على السوق ولقينا ما في خدمه لموضوع توصيل الناس بدرجه عاليه من المستوى والخبره والمرونه والدقه في المواعيد كل العالم عم تنزل اليوم على الشارع اللي ما معه سياره العطل موتور اللي ما موجود موتور معه او الى اخره وسيله نقل يعني بشكل عام عم يتلبك وما بيعرف كيف بده يوصل للمكان اللي بده اياه انا عملت دوره بوزاره النقل كورس عملي كورس نظري كورس ميكانيك وكنت مدربه بمدارس القياده باكثر من مدرسه واخر شيء هلا قدمت على شغل بشركه الوسيم تاكسي والحمد لله تم القبول سائقه وباداريه كورس سنتر نحن عايشينهم بمجتمع شرقي يعني اليوم توجد سائقه شيء كثير عظيم يعني شيء كبير وبتوفر الأريحية لكتير كثير أنا بشجع بنات يروحوا يتدربوا إذا في طموح لهال... لإرادة إرادة هذا يعني هيك بتحسي بذاتك باستقلاليتك بحريتك وبالنسبة للعمل كمان شيء حلو يعني اليوم بتوفر الأمان اليوم كزوجتك الطالعة مع أنسة أطفالك الصغار إذا بتأمن يعني فرصة كويسة لقدام إن شاء الله ابدأ رحلة جديدة المسافة المقطوعة بالكيلومتر الوقت المنقضي للرحلة طبعاً التكلفة الكلي المنطقة بخدمة بجميع مناطق المحرر ممكن نحن نوصل لجرابلس لجنديرس لعفرين لجامعة الشمال من هون الانطلاق دانا سرمد لضواحيها كلها مبدئيا نزلنا على السوق 25 سيارة مبدئيا كمرحلة أولى أو ستيب أول في المستقبل ان شاء الله ليس بالبعيد القريب راح نكبر الاسطول راح ننزل لمناطق ثانيه ويكون عندنا افرع ثانيه في ادلب ممكن ممكن في الشمال والى اخره موضوع راح نتفرد بالفكره ويكون في عندنا شيء جديد متوفر عندنا في المنطقه خصصنا سائقات هلا مبدئيا في عندنا سائقتين لموضوع تخديم الاناث حصرا بينما العائلات راح يوصلوا سائق نظام <applause>